لا تعليم دون حرية، ولا حرية وسط ميليشيا تفتش الأفكار قبل الحقائب. في جامعة صنعاء يقف جنود الحراسة التابعون لميليشيا الحوثي متبرمين من كل شيء ومتخذين من الفكرة النبيلة ستارا لجريمة الاعتداء على حرية الطلاب والأكاديميين. كانت هذه الفكرة وراء خروج حلقات من التظاهر والاحتجاج ضد ميليشيا الحوثي في وقت سابق، وكانت هذه الموجة من الاعتداء وراء توقف المظاهرات والمسيرات المناهضة. اليوم تعود جامعة صنعاء إلى الواجهة من جديد، فتنسد الأبواب أمام مواصلة الدراسة. إضراب أكاديمي توج بقرار تعليق العمل احتجاجا على القرارات التعسفية الصادرة عن نائب وزير التعليم العالي المكلف من قبل الميليشيا، قرارات مخالفة للقانون تضمنت تعيين رئيس ونواب جدد للجامعة معظمهم من مناصري الحوثيين وحليفهم المخلوع. نقابة هيئة التدريس أعلنت تعليق العملية التعليمية لمدة أسبوع مع قابليتها للتمديد في حال تعذر إلغاء قرارات التكليف وعدم الاستجابة لمطالب النقابة وما تمليه القوانين. وحسب بيان النقابة لم يقتصر الأمر على إصدار القرارات التعسفية فحسب، لكن المكلفين أيضا شرعوا في اقتحام مكاتب الجامعة وقاموا بسحب الأختام، كما توعد نائب الوزير المكلف عددا من عمداء الكليات مهددا بفرض قراراته ولو بالقوة، وهو ما اعتبرته النقابة تجاهلا لتفاهمات سابقة مع المعنيين في الدولة والتعليم العالي بعدم الإقدام على اتخاذ أي إجراءات إقصائية تمس قيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين في الفترة الراهنة. لكن ميليشيا الحوثي تصر على زرع أدواتها في مؤسسات الدولة المختطفة لديها وتحويل البلد إلى إقطاعية خاصة بها. وفي ظل تزايد المخاوف من الوضع الأمني المضطرب للعام الثاني على التوالي، لا يمكن للذاكرة أن تنقص من وزن القذائف التي شهدتها ولا تزال العاصمة صنعاء ووصلت شظاياها إلى محيط الجامعة، كما لا يمكن نسيان الحملات العسكرية المستمرة للميليشيا ضد الطلاب والأكاديميين بعد أن غير الخوف خرائط التفكير وطرقه ونقل الدراسة الجامعية من مساحتها الآمنة إلى نقيضها.